السلام عليكم ورحمة الله. هذه الدراسة الطبية حاولت مقارنة إبر أقلام الأنسولين، حيث تم استخدام إبر ذات طول 3 ملم ومقارنتها بإبر الصغيرة ذات طول 4 ملم، واكتشفت الدراسة أن سواء الإبر ذات طول 3 ملم أو 4 ملم لها نفس الفعالية وتسمح بوصول الأنسولين بطريقة آمنة نحو الجلد، وبالتالي ينصح بهذه الإبر بتسويق هذه الإبر 3 ملم لصالح مرضى السكري النحيفين أو لصالح الأطفال الذين يعانون من مرض السكري.